أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ احتجم وهو صائم يقولون غلط، ما هي منضبطة. الصحيح احتجم وهو محرم، هذه هي الرواية الصحيحة. أما رواية احتجم وهو صائم فهي وهم، وإن كانت في البخاري فهي وهم، ولذلك الإمام مسلم أعرض عنها ولم يروها. هكذا هذا ما نص عليه الإمام أحمد، أن رواية أفطر احتجم وهو صائم وهم، والصواب احتجم وهو محرم. نعم.